جلابيات شرقية بتصاميم تراثية أنيقة من ماركة أنشالشند الشهيرة، تصاميم حصرية عبر سيتروس تي في. الجلابية الأولى باللون الأزرق ورقمها 545510. الجلابية الثانية باللون الأسود ورقمها 545500. الجلابية الثالثة باللون الأزرق مع الكيب رقمها 545520. الجلابية الرابعة باللون الأخضر ورقمها 545530. احرصي على اقتناء إحدى جلابيات الشرقية الأصيلة من تشكيلة كحلة من مجموعة أنشالشند اليوم. يعني مثل ما شفتي ميسا، مجموعة ولا أحلى من هيك. أنا متشوقة أني أشرح لكل الصبايا عن المجموعة اللي نحن مقدمين لكم إياها اليوم. طبعا أول جلابية اللي حنقدم لكم إياها اليوم هي باللون الأزرق، اللي أنا كتير كتير حبيتها اليوم ولبستها، ما قدرت هيك قاوم شكلها، أخذتها جهري. وأول مرة بصراحة منطرح هيك مجموعة بالنقشة العربية بجودة جدا عالية وألوان غريبة بصراحة. مباشرة ما حروح يعني أنا وطول عليكم، إذا عم نشوفها هون هي من الشيفون الأزرق، حتى اللي هيك قريب من الحرير بصراحة، كتير كتير ناعم. وأيضا الحلو فيه إنه هو جاي معه البطانة من نفس اللون اللي شايفينه هون بالخلف. الحلو طبعا بهيدي المجموعة إذا عم نشوف النقشات والتطريزات اللي أنتوا شايفينها معمولة بجودة جدا عالية، وهي الدرزة العربية المعروفة. صحيح. واللي حلو كمان فوقها إنه هي حاطة الستراس من ألوان مختلفة، وإذا عم تشوفوا كيف ما لفيتوها بيطلع شكلها كتير حلو. الأحلى كمان الألوان المتداخلة اللي ما بتخطر على بالكم إنه بتعملوها على اللون الأزرق، اللي هي الأورنج، الأخضر، البينك الفاتح، الفوشيا. يعني بصراحة بتعطيك هيك بتعطي كونتراست كتير حلو بالألوان. كمان إذا بدك تعملي ميك اب بألوان مختلفة أو تلبسي الإكسسوارات، الشنطة والشوز بهيدا اللون كتير حلو. نجي هون على منطقة الحزام المخفي الداخلي اللي شايفينه هون، هون كمان شكله كتير حلو ليعطي خصر السيدة بشكل كتير حلو. كمان عم نشوف التطريز من فوق للأسفل، يعني مانا هيك أنشالشند مانا بخلانة أبدا بالتطريز من الأمام من فوق للأسفل. أيضا على عم نشوف هيك ثلاثة لاين بشكل كتير حلو وكتير مبين مرتب وغالي. مو بس هيك كمان ميسا، مو من الأمام، من خلف كمان. إذا عم نشوفه كمان من الخلف، شوفوا التطريزات ما أحلاها، شوفوا المكان المخصص ليطلع منه الحزام، وحتى الحزام مطرز بطريقة عالية الجودة، شكله كتير 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 حلو. هلأ أنا كتير متشوقة لك حتى أشارك معكم كيف شكل الموديل الوقت ارتدت هذه القطعة، لأنه عن جد كتير كتير حلوة بكل التفاصيل تبعها، بتعطي أنوثة وبتلبق على كل أنواع الأجسام. شايفين هون نلمة قديش أنه حتى طريقة اختيار الأماكن اللي هي حتى فيها التطريز عملت عاطية طول للجسم وعاطية خصر. إيه وعاطية خصر، لأنه الحزام طريقة أنه هو طلع من الجلابية من وراء، أوكي، بمساحة صغيرة عاطي أنه الجسم كتير مخصر. كمان عنا النقوشات هون هي نقوشات عربية أصيلة، أوكي، ونلاحظ شغلة إنه نقوشات كتير ضيقة كتير، حتى عاملينها بشكل كتير حلو. عم نشوف ندخل أكثر على التطريز هون، مثل ما ذكرت الأصفر الأحمر الأورنج مع بعضهم على اللون الأزرق الأساسي، عطي لوحة فنية عاملة هيك بشكل إنه هي تكون جلابية، لكن أنتوا هون عاملين قطعة كتير حلوة. عم نشوف كمان اللوك العربي الستايل هيك الإماراتي، برجع عطي شكل كتير حلو مزبوط. والألوان تداخل الألوان، يعني شوفي لأنه النقش كتير صغير ما طاغي على اللون الأزرق، يعني اللون الأزرق اللون الجلابية الأساسي اللي هو كمان لون مايل على البنفسجي اللي بيلبق كتير على البشرة العربية، عاطي شكله وعاطي طابع كتير حلو. الأشكال الهندسية اللي عليه هي أشكال بتحسيها أنه كتير قريبة للطابع العربي التقليدي، وتداخل الألوان والشكل عاطي شيء كتير حلو. وبرجع بذكر أن هذه جلابية بالذات
بتعطي طول وبتعطي نحف وبتناسب كتير السيدة لو عندها مثلا ضيوف جايينها على البيت، لو عندها أي مناسبة فيها ترتدي هيدي القطعة، لأنه مبين أنه تمنى فيها لأنه كتير كتير مجهولة وشغل كتير حرفي والماتيريال كتير ناعمة على الجسم. فحتى لو الجو هون نحن بنعرف في دول الخليج شوية مرتفع لكن بنقدر نلبسها بكل رياحة. رح انتقل مباشرة إلى الجلابية الثانية اللي هي باللون الأسود اللي أنا مختارها اليوم لألبسها، هي بنفس التفاصيل سماح. شوف عليكي قديش كتير حلوة، طالعة كتير كيوت وبالفعل عاطية خصر للجسم وبتعطي طول كمان. تداخل الألوان نفسه، لكن هون خلينا نحكي ان هي كتير قريبة للموضة لانه اخترت اللون الميتاليك الالوان البرونز، هذه هي الوان كتير طالعة على الموضة، حبيتها كتير. وكمان عنا البطانة باللون الاسود اللي هي من نفس لون الجلابية لحتى يكون شكلها كتير مرتب. وكمان عنا هون التفاصيل، والحلوة ان هي بلشت بالالوان الترابية اوكي وانتقلت من الالوان الترابيه الى خلينا نحكي كاتيجوري ثانيه او فئه ثانيه من الالوان لحتى تعطي كونتراست كثير عالي. مزبوط، مباشره رح نشوف الصبيه اللي كانت معنا اليوم قديش اللوك كثير حلو عليها، اللوك كثير شرقي عربي، يعني اول ما بتشوفيها بتتذكري الاصاله العربيه، التراث والعراقه اللي موجوده عندنا، لكن هون معكوسه بلوحه فنيه. الصبيه لابستها اليوم القماشه كثير حلوه على كثر ما فيها شغل وتطريز، على كتر ما هي كتير ناعمة وهدلة على الجسم، خاصة نحن بنعرف منطقة الخليج الشوب والحرارة الموجودة بهي المنطقة، لكن عم نشوف هون قديش هي كتير حلوة وخفيفة. الشيفون اللي معمول فيه كتير كتير حلو، كمان عم نشوف طبعا التطريز اللي معمول، أنا عن جد اللي حبيته أنه هي ما مخلية مكان إلا معاملة تطريز كتير حلو من بداية الجلابية لحتى خلف الجلابية للأسفل بشكل كتير كتير حلو، عاطية من وقتها شغل يدوي، عاطية الألوان طبعا مثل ما ذكرتي ميسا ببداية هي الجلابية، عم نحكي كل لون شكل من بدايتها بتلاقوا ألوان لما بتنتهي ألوان تانية لتعطي اللوحة التحفة الفنية اللي أنت لابستيها شكل كتير حلو وتعطي غنى لهي الجلابية لتكون عن جد لما تلبسيها تصيري أنت حديث القعدة وكل الصبايا يحكوا عن إطلالتك الغريبة المتقنة. الألوان المدة داخلة مع اللون الأسود اللي بتعطي جمال للجلابية والتطريز الحلو، أحلى من هاد كله ميسا غير الألوان اللي ما بتخطر على بالك تدمجيها مع بعض، حتى كمان ستراس لتعطي اللمعة لتكون ملفتة أكثر ومبهرة وتطلع شكلك هيك مميز بين صحباتك. برجع بنذكركم مرة تانية رقم هيدي الجلابية كحلة هو 5455000، إطلالة كتير مميزة لهيدي الجلابية. هلا رح ننتقل للتصميم الثالث اللي معنا اليوم، كمان من انشال شندا. مثل ما عودتنا انشال شندا لازم دائما يكون في لمسه هيك عربيه اسلاميه هنديه بهيدي المجموعه. عم نشوف هي المجموعه اللي حلو فيها انه هي جايه باللون الازرق لكن مع الكيب، يعني اول مره بتجمع بين جلابيه اذا عم تشوفوها هون هي ما لها اكمام، تطريزها كثير حلو من الساتان، النقشات تبعها كثير حلوه من الاعلى الى نقشات ومن منتصف هيك جايه على اللون الأزرق طبعا حتى النقشات العربية الموجودة فيه وإلى الأسفل باللون الأخضر. لكن الجديد بقى بالموضوع اللي هو الكيب اللي هي عاملته، يعني بيخفي اليدين بشكل كتير حلو، شكل ملكي بصراحة أنا حبيته. وما بننسى التطريز العالي الجودة اللي هي عاملته والقصة اللي هي بتعطيه هيك قصة كتير هدلة أيضا، إذا عم نشوفه من الخلف فهو بيعطي فخامة كأنه أميرة لابسته أو حتى فراشة، شكله كتير حلو. مباشرة حنشوف الصبية كيف كانت إطلالتها بجلابية زرقاء مع الكيب، عم تشرح لنا أكثر عن هالإطلالة ميسا. هلا رح نشوف الإطلالة مع بعض. كلياتنا بنعرف إنه خلينا نحكي أكثر شيء مصممين الأزياء العرب توجهوا كثير بدخول الكيب بالتصاميم، حتى حتى في فنانات لبسوا فساتين أعراس فيها على كيب. على فكرة حتى شانيل هلا صايم نازلين جواكيت كيب كثير على الموضة. صحيح، فطبعا أنشال دائما بتلاحق الموضة. بتلاحق الموضة، والحلو كمان إن هي بتلاحقها لكن بالطبيعة اللي بكثير بتناسب طبيعتنا، يعني شرقي. طبعنا الشرقي يعني بالطريقة اللي كثير محتشمة. بحب كتير بكل جلابيات أنشال إنه تدرج الألوان اللي هي بتدخله أو اختيارها للألوان
كلياتها فيها كونتراست مع هيك ما بتحسيها مزعجه للعين، بتحسيها بالعكس كثير مريحه. هون شايفين فكره الكيب، يعني حتى لو انفتح وانت قاعده بيكون شكل الجلابيه كثير حلو، كثير مريح، كثير خفيفه. كون الماتيريال معمول من الستان الحريري، تدرج الالوان عطي شكل كثير حلو، وشكل الجلابيه والكيب من ورا بيعطي كمان طله كثير حلوه. كمان اذا مثلا الوحده مش حابه انه يكون في تفاصيل الجسم مبينه من الخلف، الكيب بيساعد انه يخفي كل شيء تفاصيل بالجسم. وحلوه الجلابيه لانها هدله مريحه، وحتى هيدا التصميم اللي من قدام على منطقه الصدر اللي هو نفس شكل المخور التقليدي المعروف عليه بالجلابية. وكمان شايفين الشغل، الكريستالات الموجودة، تداخل الألوان، كل هيدا الشيء ميكسشر ما بين الطابع الهندي الإسلامي والعربي، وهيدا الشيء كمان هي بتحافظ عليه بكل الجلابيات اللي بتقدمها. مزبوط، لوك كتير حلو متكامل عم تشوفوه على نيل ما، رقمه 5455520، ولا أحلى من هيك. ولكن هلأ حننتقل للجلابية الأخيرة على السريع، رح تشرح لنا عنها ميسا، كمان كتير حلوة. طبعا هيدي جلابية كتير حبيتها، أول شيء لأنها مختارة ألوان كتير حلوة فيها. طبعا جلابية معمولة من الستان الحريري، كمان بنرجع نحكي أنشال شاندا، يعني جودة جدا عالية. شايفين هون كل التفاصيل، هيدي رح نشوفها كمان بشكل أدق على الموديل، وكيف إنه كان شكلها كتير مرتب وقت ما ارتدت هيدي القطعة. عم نشوف هلأ طبعاً اللوك اللي كتير حلو، أنت شو رأيك بالألوان اللي مختاريتها؟ أنا كتير عجبني الألوان، كيف إن هي مخلية اللون الأخضر هو اللون الغالب، ومدخلة درجة شوية هيك أزرق بنفسجي. وحبيت الطابع الإسلامي اللي موجود في الجلابية من تحت، بيعطي عن جد ميكشر، بتحس إنه هيدي الجلابية مش معروف من وين مصمم تبعها، مش معروف هل هو هندي هل عربي هل بالضبط. حبيت كمان شوي ميسا انت اذا بتشاركيني الراي، انه هي جلابيه قديش هي حلوه ومدخله فيها الوان وكثير ناعمه، بنفس الوقت انه حبيت الاكمام تبعها طويله حتى فيها ترتدي الحجاب السيده عليها. صحيح، يعني محتشمه بنفس الوقت. كمان انا في شغله لفتت انتباهي، من اصعب الاقمشه اللي ممكن تواجه المصممين هي نوع القماش هيدا اللي هو الستان الحريري، لانه لو ما كانت الدرزة على القد اوكي فممكن يكون شكل الجلابيه مش مرتب. هون عم نحكي عن حرفية جدا عالية، عم تحكي عن جودة جدا عالية، عم تحكي عن شكل كتير مرتب، عم تحكي عن كل شيء نحن بدنا إياه بجلابية بشكل كتير مرتب. الألوان حلو إن إحنا مثلا نرتديها وقت ما نستضيف حدا بالبيت، حلو إن إحنا نرتديها حتى لو طلعين لبرا برا طلعة خفيفة تحت العباية، ممكن نرتديها لأنه أكمامها ما بتضايق. مزبوط، إذا رقم هالجلابية هو 5455530، شكلها كتير حلو، وهي أيضا جلابية كحلة باللون الأخضر. إذا مثل ما شفتوا الجلابيات اللي قدمنا لكم إياها اليوم، مباشرة حنرجع نذكركم بهالأربع جلابيات من ماركة أنشال شاندا كحلة، وبعدها رح نترك لكم الفرصة أنكم تطلبوا هيدي الجلابيات من خلال الأرقام اللي حتظهر هلأ على الشاشة. جلابيات شرقية بتصاميم تراثية أنيقة من ماركة أنشال شاندا الشهيرة، تصاميم حصرية عبر سيتروس تي في. الجلابية الأولى باللون الأزرق ورقمها 545510. الجلابية الثانية باللون الأسود ورقمها 545500. الجلابية الثالثة باللون الأزرق مع الكيب رقمها 545520. الجلابية الرابعة باللون الأخضر ورقمها 545530. احرصي على اقتناء إحدى جلابيات الشرقية الأصيلة من تشكيلة كحلة من مجموعة أنشال شاندا اليوم. للطلب والاستفسار اتصلوا بالأرقام المرادفة لبلدكم على مدار الساعة أو زوروا موقعنا citrusv.com. يمكنكم أيضاً الطلب عبر التطبيق على أبل وأندرويد.